نرحب بحضرتك يا فندم، كل سنه وحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه يا فندم. اهلا بيك. اهلا. لو هنتكلم تحديدا عن فكره التضامن الاجتماعي، الاحتياجات اللي كان بيحتاجها اهالي جنوب سيناء في فتره من الفترات، كان بالفعل بتوصل مساعدات، وكانت بتوصل بالفعل بعض الجهود، خلينا نقول المنفصله او العشوائيه او الذاتيه، من قبل الجمعيات الاهليه لاهالي سيناء اللي طبعا الاكثر احتياجا، لكن ما كانتش بتقابل الاحتياجات الفعليه للمواطنين دول. عايز اعرف من حضرتك ايه اللي حصل دلوقتي، ايه اللي اتغير في هذا القطاع تحديدا وفي هذه النقطه تحديدا؟ هو طبعا بالنسبه للي حدث في الفتره الاخيره، ويمكن لسه امبارح فخامه رئيس الجمهوريه اطلق المبادره كتف في كتف، وكان ليها اثر فعال وكبير جدا، وتعتبر اكبر حدث حصل واكبر مبادره حصلت في تاريخ العمل التنموي الاهلي، بالاشتراك مع كافه المؤسسات الاجتماعيه ومؤسسات العمل التنموي والاتحاد العام لجمعيات مصر وبعض المؤسسات. وبالفعل يمكن جنوب سيناء كان ليها نصيب كبير جدا، والحمد لله كان في 11 قاطره من قاطرات الخير وصلت الى محافظه جنوب سيناء، وكان موجود 20 صندوق مواد غذائيه، وبالفعل يعني كان حاجه جميله جدا، بالاضافه الى 2000 بطانيه تم التوزيع ودخول برض الوديان تحت توجيهات معالي الوزيره وتوجيهات فخامه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء. قدرنا نوصل الى الوديان والقرى الصغيره والوديان، قدرنا نوصل لهم الكرتونه لغايه بيتهم، ويمكن ده كانت حاجه جميله جدا، ويمكن المواطن فعلا حس بالاهتمام الدوله ان انا بقدر اخفف من عليه كاهل وساعده في ظل هذه الظروف الاقتصاديه، وبالاضافه كان ليها توقيت جميل جدا في بدايه شهر رمضان الكريم. اكيد. طب بما ان حضرتك اتكلمت عن هذه المساعدات وفكره الوصول للوديان والقرى الصغيره جدا، ده حصل ازاي؟ او اليات المساعده كانت حصلت ازاي؟ هل فقط من خلال ايصال المساعدات زي ما حضرتك تحدثت، ولا كمان في اطر اخرى متعلقه بالتمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل وما الى ذلك؟ هو يعني يمكن ده تم طبعا من خلال فرق العمل التطوعي اللي كانت موجوده مع القاطرات، بالاضافه الى ان احنا كوزاره التضامن الاجتماعي قدرنا نوصل الى كافه المستحقين والاكثر احتياجا في جنوب سيناء. يعني تعداد الناس اللي بتاخد من عندي تكافل وكرامه دلوقتي وصل الى 5000 اسره، يعني يمكن انا بصرف 2,800,000 جنيه شهريا، بالاضافه الى عايز يعني توجيهات الوزاره عندنا ان احنا نخرج من الدعم النقدي الى الدعم الانتاجي. قدرنا يا فندم من خلال برامج عندنا عدتها وزاره التضامن الاجتماعي، وكل ده كان بيحدث من خلال تنسيق مباشر بين معالي سيادة المحافظ ومعالي الوزيرة، اللي قدرنا نخلق يمكن في الفترة الأخيرة وصلنا إلى برنامج عندنا اسمه برنامج فرصة. الهدف من هذا البرنامج إن أنا بديله فرصة إنتاجية، بدل ما أنا بديله دعم نقدي، بالإضافة للدعم النقدي بديله فرصة إنتاجية. من خلال هذه الفرصة الإنتاجية أنا بوفر له مشروع يقدر يتعايش به مجانا يعني. ويمكن الوزارة عندنا بتعد هذه البرامج، كل محافظة لها طبيعة خاصة في إزاي أوفر له الفرصة طبعا. فكان أنسب حاجة بالنسبة لنا هنا في الوديان والقرى اللي هي تربية الماعز، فقدرنا نوفر لكل أسرة 3 رؤوس من الماعز، وفرنا له كمية من الأعلاف تغطي أكل هذا المشروع اللي هو الماعز لمدة 4 أشهر. بيحصل عملية إنتاجية كده بيستفاد منها المواطن، بالإضافة إلى يمكن مع الوزيرة قالت الدعم النقدي يستمر موجود على أساس هي عايزة تساعده أكتر إن هو يبقى منتج ويحس بالإنتاجية. عملنا برضه يا فندم حاجة تاني عشان نحسس إن المواطن إن إحنا مهتمين بيه أكتر، عملنا شقين، شق المشروطية التعليمية والمشروطية الصحية. عملنا يعني تضافر الجهود بين وزارة التربية والتعليم على إن الأولاد اللي هم تابعين للأسر الحاصلين على دعم نقدي من برنامج وتكافل وكرامة يتم متابعتهم تعليميا، عشان نحس المرأة
والزوج اللي هم موجودين معاهم على الاهتمام بالتعليم. قدرنا نحسسهم برضو على الاهتمام بالمشروطية الصحية من خلال التوجه إلى الوحدات الصحية للكشف المبكر وهكذا. برضه عشان أوضح النقطة دي يا فندم، يعني المشروطية التعليمية دي يعني الأسرة اللي بتحصل على دعم تكافل وكرامة لازم يكونوا أولادها بيتعلموا، يعني ما ينفعش إنه يبقى في تسرب من التعليم، صح؟ طبعا يا فندم طبعا. عشان نحسسها إن ربط الدعم النقدي هي لازم تهتم بأولادها، ما عشان أنا لو ما اهتمتش بكده مش هنطلع جيل بقى مش هنهتم بحاجة. دي حاجة. الحاجة التانية يمكن حاجة جميلة جدا، يمكن لما بتحدث في محافظات كتير، يمكن توجيهات برضو معالي المحافظ مع معالي الوزيرة ما بتتأخرش خالص، عندنا في حاجة اسمها تكافؤ الفرص التعليمية. ده برنامج عندنا تكافؤ. في بعض الأولاد ليس لديهم القدرة على سداد المصروفات التعليمية. احنا لغاية دلوقتي خلال يمكن السنة دي والسنة اللي فاتت مسددين أكتر من 2 مليون جنيه بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة جنوب سيناء. بنسدد لهم بنفسنا، بالإضافة إلى أن كل الأولاد اللي موجودين عندي في تكافل وكرامة بيعفوا تماما من المصروفات الدراسية. عشان استمرار العمليات التعليمية ده ليه شق كبير جدا. يعني سداد المصروفات ده مختلف أو منفصل عن التلاميذ اللي بيتعلموا أو ضمن تكافل وكرامة. تمام يا فندم. يعني ممكن واحد ما بياخدش تكافل وكرامة أو الشروط ما بتنطبقش عليه التكافل وكرامة، لكن أسرته غير قادرة على سداد المصروفات. سداد المصاريف. عملنا يمكن حاجة تانية جميلة جدا، يمكن أنا من وجهة نظري دي أحسن حاجة تمت من التنسيق برضو بين معالي الوزيرة، اللي أول ما سمعت هذا الموضوع على طول نسقت مع سيادة المحافظ ووفرنا الدعم المالي لتوثيق الزواج. في بعض الأسرة محتاجة وأسر من الأولى بالرعاية، لكن ليس لديها الأوراق الثبوتية التي تؤدي إلى أن أربط لها مساعدة تكافؤ كرامة. ليه؟ لأن ما فيش توثيقة زواج. فبالتالي عملنا يمكن لغاية دلوقتي أكتر من 200 حالة توثيق زواج على مستوى المحافظة، وما زلنا شغالين في هذا البرنامج. دي نقطة مهمة جدا طبعا. عشان من خلالها السيدة أو الأسرة هتقدر تاخد مساعدة تكافل وكرامة من عندي، هتقدر تاخد حقوقها، هتقدر تقدم تاخد قروض من البنك، هتقدر تعمل مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر من خلالها ما كانش أي معاها أي حاجة. طبعا صحيح. وحب ده بيتوافق كمان يا فندم مع فكرة أنه مصر الآن تتبنى وجود قاعدة بيانات موحدة ودقيقة، فده كمان يعني يتفق معها وشيء مهم جدا. أنا بشكر حضرتك جزيل الشكر الأستاذ زيدان عبد الغفار مدير مديرية التضامن الاجتماعي بمدينة طابة. بشكر حضرتك جزيل الشكر، نورتنا في صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا يا فندم. كل سنة وحضرتك طيب. شكرا لحضرتك.